ارجع تاني دكتورة سالي محمود. دكتورة انا اسفة لمقاطعة الاتصال، يعني بمناسبة بقى قبل ما نتكلم عن الانتحار، العنف يعني ايه بقى، مش عايزة اقول ان هو ظاهرة برضو، ولكن انا يعني تحليل هذه الظواهر الاجتماعية، يعني هذه المشاهد الاجتماعية. هو يعني في اكتر من حاجة استاذة لميس، حضرتك حتى قلتيها، التنشئة الاجتماعية في مصر محتاجة يعني دراسات متعمقة، ومحتاجة تكامل من كل الجهات حكومية وغير حكومية ومن الأسرة، لأن فعلا القيم الاجتماعية عندنا تعرضت لهزات كتيرة. الطابع احنا بنسميه عندنا في العلوم الاجتماعية الطابع الانتشاري للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم وجود ميثاق شرف بيلتزم به الكثيرين في الإعلام، خلى تداول صور وخلى تداول فيديوهات وتخريب مقاطع فيديو بتخلي الناس بتعتبر، يعني بتخلي العنف يعني حاجة عادية متداولة، وزي برضو ما حضرتك أشرتي الدراما. فالتنشئة الاجتماعية دلوقتي ما بقتش الأسرة بس، هو في أكتر من جهة بتربي مع الأسرة، وللأسف القيم أغلبها سلبية مع تراجع دور الأسرة لأسباب كثيرة، يعني الانشغال ببعض يعني الأولويات حتى لو هي لم تكن أولوية، الانشغال مثلا بالظروف الاقتصادية. فيمكن العنف يعني برضو محتاج إعادة نظر في أشياء كثيرة. بس خليني برضو أشير لحاجة مهمة، يعني الأمانة العامة للصحة النفسية في مصر في 2017 عملت مسح قومي للحالة النفسية، وكانت نتيجة هذا المسح، واحنا أشرنا بده في دراسة الانتحار لهذا المسح، إن 25% من المجتمع المصري، طبعا كانت عينة مش 25% من المجتمع المصري عندهم يعني مش عايزين، يعني عندهم أمور تتعلق بالحالة المزاجية اللي هو الاكتئاب وتقبل الآخر والتفاهم مع الآخر، يعني كلها يعني مشكلات نفسية، مشكلات يعني زي ما حضرتك قلتي، هي حاجات يمكن تداركها واحتوائها، لأنها تتعلق زي ما حضرتك قلتي تقبل الآخر، وفكرة إن أنا يعني اتفهم اللي قدامي وادي للي قدامي حق انه يرفض او يقبل او يتفاهم معايا او يتفاوض معايا.